شوف سبحان الله، عندما شاهدت هذا الفيديو المعبر فعلا صلاتك هي نجاتك. أنت غارق بالفعل في شهوات الدنيا وفي ملذاتها، المتنفس الوحيد لك هو الصلاة. تخيل أنت حضرتك غرقان في حوض من الماء ولا يسمح لك بالتنفس إلا في وقت الصلاة فقط. شوف فعلا الصلاة هي الراحة النفسية وهي التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صلاتك هي نجاتك، اوعى تخلي حاجة تعطلك عن صلاتك أبدا. لا دراسة ولا عمل ولا زوجة ولا أولاد، وقت ما تسمع الأذان اذهب إلى الصلاة، هو ذا المتنفس الوحيد لك. علاقتك بالله سبحانه وتعالى هي الصلاة، هي الحبل الممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا تقطع هذا الحبل. انوي من الآن، قول أنا هبدأ أصلي. إلا وأنت مش بتصلي قول أنا هبدأ أصلي من الآن. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. أول شيء بتسأل عنه الصلاة. صلاتك هي نجاتك، لا تترك صلاتك مهما حصل، صلي. من حافظ على هؤلاء الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. تخيل كده حضرتك غرقان في ملذات الدنيا، المتنفس الوحيد لك في الصلاة. صلي وتعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله يا رب أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة يا رب. خذ موعظة من الفيديو ده وابدأ من الآن، يمكن الفيديو ده رسالة ليك. ربنا سبحانه وتعالى أرادك أن تسمع هذا الفيديو لتبدأ. صلي صلي وربنا يعينك.